نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم مباشرة من قناة العيون، والبداية كما هي العادة بأبرز العناوين. بالعيون، وفد دبلوماسي يتكون من عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة يطلعون على المؤهلات التنموية بالإقليم. معا من أجل ترسيخ ثقافة السلم والتسامح شعار ملتقى الولي صالح إبراهيم ولد عبيد ولد بنعاج الذي نظم بمنطقة أشفقت بجماعة العرقوب. المقاولات النسائية وواقع برامج التمويل محور الندوة احتضنتها مدينة العيون في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وفي النشرة أيضا نرصد من الطنطان أطوار الدورة الأخيرة من منافسات البطولة الوطنية لسباقات الهجرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. خديجة محمود مناضلة حقوقية نسائية تعرضت للاغتصاب في سن 18 بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري من طرف المدعو إبراهيم غالي زعيم الجبهة الانفصالية للبوليساريو. الضحية قررت فضح انتهاكات حقوق الإنسان والفظاعات التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف من خلال لقاءاتها مع فعاليات مدنية وحقوقيين وسياسيين أوروبيين. هذه المناضلة حلت ضيفة بألمانيا وروت للبرلمانيين الألمان قصتها المريرة. روبورتاج فرح ساعف وعبد الإله لشاب. ابتسامتها العريضة تخفي فؤادا اكتوى حزنا تفضحه عينها. خديجة محمود حملت معها إلى ألمانيا قصة اغتصاب عاشتها عندما كانت طفلة بالكاد تبلغ 18 ربيعا. قصتها ليست كأي قضية اغتصاب، فالمغتصب هو المدعو إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليزاريو الانفصالية، ومكان الاغتصاب التراب الجزائري حيث تشكل مخيمات تندوف تربة خصبة للاعتداءات الجنسية التي لا تطالها الأعين ولا ترصدها التقارير بسبب الحصار المفروض عليها. خديجة قررت فضح كل الفظاعات التي يعيشها المحتجزون في المخيمات من اغتصاب وتعذيب وتنكيل بوجه مكشوف. أنا الآن بمقر البرلمان، والحقيقة أنني أجريت لقاءات كثيرة مع العديد من الشخصيات التي ترغب في التعرف على الحقيقة داخل مخيمات تندوف وتغيير واقع النساء والرجال هناك. انتهينا للتو من آخر اجتماع، وأنا سعيدة جدا بتواجدي بألمانيا. مؤازرة بمحاميها، عددت خديجة لقاءاتها واجتماعاتها بالفعاليات الحقوقية والمدنية والمسؤولين السياسيين الألمان. خلال هذا الاجتماع تشرح خديجة لأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي تجربتها مع الاغتصاب وعن ما عاشته ورأته بمخيمات تندوف، متحدثة بلسان كل النساء والأطفال والرجال المحتجزين هناك. Estamos aquí hoy en el Parlamento Regional de Alemania con objeto de hacer presente y de جئنا للبرلمان بهدف تسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وقد كانت لنا فرصة للقاء أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي وشرحنا لهم الأوضاع الإنسانية والوضعية الحقوقية بالمخيمات، ليس فقط بالنسبة للنساء ولكن أيضا للأطفال. Ich bin Frau Mohamud sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns ihr Schicksal
أنا ممتن جدا للسيدة خديجة محمود التي خصصت جزءا من وقتها لتشرح لنا ما عاشت وحتى نتمكن من تغيير الأوضاع في مخيمات تندوف. أظن أن مثل هذه الشهادات الحية من طرف نساء شجاعات تدفع السياسيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتغيير هذا الوضع. ثم إنه من المفزع أن تقع مثل هذه الفظاعات في القرن 21. أتمنى أن نتحرك لتغيير هذا الواقع وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات المؤلمة. متسلحة بتجربة مريرة، عقدت خديجة محمود العزم على فضح انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، اليوم بألمانيا وقبلها ببروكسل وغيرها من عواصم القرار الأوروبي. تواصل خديجة سرد قصتها وكأنها حصلت بالأمس، معرية واقع المحتجزين بالمخيمات. على صوتها يجد آذانا صاغية. اطلع وفد دبلوماسي يتكون من عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة على الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم العيون في مختلف المجالات. زيارتنا أتاحت لأعضاء الوفد الاطلاع بشكل مباشر على التطور الذي تحقق في الإقليم وعلى مناخ الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي يسود هذه الربع. في المتابعة يد سرتي وصالح رقيبي. زيارة مكنت أعضاء الوفد من الاطلاع عن قرب على التطور الذي تحقق بإقليم العيون وعلى المؤهلات التي يزخر بها الإقليم في عدد من القطاعات، فرصة كذلك للتعرف على الإنجازات التي تحققت في الجهة بفضل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، وأيضا الوقوف على فرص الاستثمار التي توفرها الجهة ومؤهلاتها الاقتصادية والثقافية. هذه أول زيارة أزورها في مدينة العيون في المنطقة الجنوبية، واليوم زرناها في هذه المنطقة، منطقة فم الوادي، وزرنا أيضا هذه الجمعية التعاونية الخاصة بتربية العجول وإنتاج الحليب لهذه الساكنة أو المناطق الجنوبية كلها. هذا عمل رائع جدا يشكر له ويحمد في داخل هذه الصحراء القاحلة، أن نرى بهذه الأعمال الكبيرة التي تعطي وهي إشارة لمكانة المملكة المغربية وأين وصلت، والعمل الرهيب الجبار الذي تقوم به المملكة المغربية. It's a great pleasure to be in Laayoon today on this beautiful. إنه لشرف عظيم أن نتواجد بمدينة العيون. مستوى التطور والتنمية هنا مهم جدا. إنها مدينة نظيفة، مدينة خضراء كما ترون من خلفي، ومدينة هادئة. حين قدمنا ليلة أمس لاحظنا العديد من المواطنين يتجولون بكل حرية واطمئنان بساحة المشوار، وأؤكد مرة أخرى أن مستوى التنمية بهذه المدينة مرتفع جدا، وأرى الساكنة تستمتع بتفاصيل حياتها وعلى مستوى عالٍ. الوفد الدبلوماسي اللي كيتكون من سفراء اللي كيزوروا مدينة العيون، فيهم من يزور لأول مرة، وهذه الزيارة جاءت من أجل تمكين السفراء من الوقوف على البنيات التحتية، لا الفلاحية لا العمرانية لا السياحية، والمؤهلات الهائلة اللي كتعرفها هذه المنطقة العزيزة على جميع المغاربة. فاليوم الأول في الزيارة بدينا بزيارة الجانب العمراني والمرور الثقافي، والسفراء أبهروا بالساحات الخضراء الموجودة هنا بصفة كبيرة، وفي نفس الوقت غادي نوقفوا على صناعة التحويلية وغادي نشوفوا كذلك الصناعات الفلاحية. هي زيارة أتاحت لأعضاء الوفد الدبلوماسي التعرف عن كثب على واقع الجهة والذي يدحض المزاعم والأكاذيب التي ينشرها أعداء الوحدة الترابية، وكذا مناخ الأمن والهدوء والاستقرار الذي يسود هذه الربوع. بالعيون دائما اختتمت أطوار المسابقة القرآنية التي تنظمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحت الرعاية الملكية السامية لأمير المؤمنين وبمباركة من المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنسيق مع المجالس العلمية المحلية
وولايات وعملات الأقاليم الجنوبية والمجالس المنتخبة وكذا مندوبيات الشؤون الإسلامية بالأقاليم الجنوبية. التفاصيل في متابعة سلك بوشدر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. مسك ختام لأطوار المسابقة النهائية لدعم مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم بالأقاليم الجنوبية والمنظمة تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المسابقة التي تتغير الارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني وإذكاء روح المنافسة والتنافس بين حفاظ كتاب الله عز وجل والتشجيع على إتقان تلاوته. شاركت في المسابقة القرآنية لتزويد القرآن الكريم. أشكر الوالدين ديالي حيتاش هما علموني كيفاش نقرأ القرآن وكيفاش نجودو شي حوايج ما كنت كاع عارفهم. وثانيا أشكر القائمين على هذه المسابقة وأتمنى أن يستمر هذا الدعم. كانت مسابقة كانت منافسة شريفة، كان الشعور ديالي زوين، وكنشكر القائمين على هذه المسابقة قناة العيون، وكنشكر الكتاب الدرهم والسد ديالي عمر الحواج، كنشكر والفضل يرجع الى الله عز وجل اولا، وكنشكر والدي اللي حفزوني. حافظون وحافظات للقران الكريم وتجويده وترتيله وفق قواعد التجويد بروايه ورش عن نافع يمثلون الاقاليم الجنوبيه للمملكه تباروا خلال اطوار هذه المسابقه القرانيه التي تنظمها تحت الرعاية الملكية السامية لأمير المؤمنين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قناة العيون، وبمباركة من المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنسيق مع المجالس العلمية المحلية وولايات وعملات الأقاليم الجنوبية والمجالس المنتخبة وكذا مندوبيات الشؤون الإسلامية بالأقاليم الجنوبية. ابتغت إبراز دور الكتاتيب القرآنية والقائمين على الشأن الديني في حفظ وتجويد القرآن الكريم والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني وكذا تأكيد القيم الإسلامية ودورها في حياة الفرد والجماعة مصداقا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. تحت شعار معا من أجل ترسيخ ثقافة السلم والتسامح انطلقت بمنطقة أشفقت بجماعة العرقوب ملتقى الولي الصالح إبراهيم ولد عبيد ولد بنعاج نسخة محمد ولد عمارة التي ينظمها أحفاده وأبناء عمومته من قبيلة تلحسن. الملتقى شكل فرصة لاستحضار قيم التضامن التي تطبع مجتمع البيضان من خلال ندوة فكرية نظمت بالمناسبة. المزيد مع العلي حميميد ومحمد مشنان. بقرار تاوشفكت الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة العرقوب يتواجد ضريح الولي الصالح إبراهيم العبيد والبنعاجة أحد رجالات يتلحسن الذي وافته المنية بهذه المنطقة سنة 1887 ميلادية، وهو الذي عرف قيد حياته بدماثة أخلاقه ونبله وسمعته الطيبة. تنقل كثيرا بين مناطق مختلفة من الصحراء وبلاد شنقيطة منشغلا بطلب العلم إلى جانب حياة البداوة، واشتهر أيضا بالحكمة والكرم والشجاعة وإصلاح ذات البينة. وبهذه المنطقة تحديدا سهر أحفاده وأبناء عمومته على تنظيم ملتقى تشد إليه الرحال للتزاور والتآخي والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي. أرجو التوفيق إن شاء الله لهذا اللقاء اللي هو لقاء التوافق والتسامح بين جميع ساكنة المنطقة المغرب، ولا شك بأن هذا الموسم هو له دلالة لهذا مشاركة في القضية الوطنية ومشاركة في مجتمعنا المغربي. نحن نحضر هون لزيارة المرحوم إبراهيم ولد العبيد والبنعاش، هذا القطب الصالح اللي ولفت سنويا القبيلة تزوره، وهذه فرصة كذلك من أجل ترسيخ ثقافة السلم والسلام اللي بين القبائل كاملة، وهذا ربما اللي تشوفوه الحمد لله مستدعين القبائل كاملة فيه. أنا طبعا جينا اليوم هون من ضمن وفد قبيلة زرقيين لهذا الملتقى الديني اللي معدته قبيلة زيت الحسن، ونشكرهم بعد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتنظيم هذا الملتقى الديني، جزاهم الله عنا بأحسن جزاء. ولا شفنا هون يكون شيء زين وشيء مطابق والأحسان والناس المتعدلة كاملة وجميع القبائل اللي جات مشاركة هون،
يرحبوا بها، والحقيقة هذا زين. احنا في الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة هذا سنة حميدة تدخل في إطار صلة الرحيم والتسامح. واليوم بكل صراحة هناك طيف كبير من جميع قبائل المملكة المغربية بالنسبة لسكان الجنوب. اليوم شاركين في هاي التظاهرة اللي تزيدنا وتزيد مجتمعنا وفخورين بها حتى، وبالنسبة قاعد للقبيلة اللي شهيرة غنية عن التعريف، غنية عن التعريف، وذكروها الأوائل كما يقول الشيخ محمد المامي، مار تطرق الأرجام ومار تزاوي الحروف ومار تكنى ما فيه كلام والخاطئ مسلوف. واختير لي هذه النسخة من ملتقى الولي صالح إبراهيم العبيد والبونعاج اسم محمد العمارة، أحد رجالات أيت الحسن التي تقلدت مناصب سياسية عدة، أبرزها عضويته في الجمعية العامة الإسبانية، كما كان له دور فعال في استرجاع الأقاليم الجنوبية لحضرة الوطن والدفاع عن الوحدة الترابية. وإضافة إلى هذه التسمية، حظي شخصه بالتكريم خلال فعاليات هذا الملتقى رفقة مجموعة من الأسماء التي سطع نجمها من أبناء قبيلة أيت الحسن في مجالات عدة. لقاء التسامح والتشاور والتآخي، وهو أيضا ملتقى ثقافات لهذه البلدان اللي كلها جاي من البلد، وتناول فيه الأحباب بياسر من الأمور اللي هي عاد لها زمان عن تشوف، وخاصة هو في هذه الأرض السعيدة اللي هي قرارته وشفقت في مزان. الهدف دياله الرئيسي وهو التسامح والإخاء والتلاحم بين القبائل، بالأخص قبائل الجنوب اللي هي قبائل الصحراء، وبصفة عامة مولي القبائل الشمال وناس المملكة كاملين. ونطلب من عند مولانا عن هذا الملتقى عن ما ينتج عنه يشمه ملتقيات ثانية كيفه، وتعود نفس الهدف وتعود عندها أبعاد من قد التسامح والالتحام بين القبائل والأخوة. جينا اليوم هون لحضور فعالية ملتقى الولي صالح إبراهيم ولد عبيد والبنعاج نسخة محمد عمارة. هذا الملتقى اللي نعتبره محطة من محطات التواصل وصلة الرحم بين جميع مكونات قبائل الصحراء. هذا ملتقى زين جدا، جبرنا فيه عمامنا وحبابنا. السلام عليكم ومرحبا بكم بموسم أيت الحسن في قرارة أوشفقت في منطقة أمزان. ومرحبا بكم وسهلة كبيرة. الملتقى شكل فرصة لاستحضار قيم التضامن التي ميزت مجتمع البيضان والتحولات التي طالت القبيلة الصحراوية من خلال ندوة فكرية أطرها أكاديميون من ذوي الاختصاص. كانت مداخلتنا حول موضوع هذه مظاهر التساكن والتعايش بين مكونات مجتمع الصحراء، وكيف يمكن ان يعني نستنبط يعني العبر والابعاد الاجتماعيه المهمه جدا التي تجسد هذه المواسم اللي كانت تاريخيا واحد الملتقيات للتواصل وصله الرحم وتجسيد يعني الاواصر وتجديد حتى المواثيق والمعاهد الى غير ذلك. ملتقى الولي الصالح إبراهيم العبيد والبنعاج، ملتقى يسعى الأحفاد وأبناء العمومة من قبيلة أيت الحسن إلى جعله تقليدا سنويا لتوثيق أواصر الأخوة والتضامن بين قبائل الصحراء ولترسيخ ثقافة السلم والتسامح. في موضع آخر وبالعيون تحديدا، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت جمعية الطموح للنساء المقاولات بالمغرب ندوة بعنوان المقاولات النسائية وواقع برامج التمويل بالمملكة. باقي التفاصيل مع عياد سرتي وبوجمع الزاوي. إبراز المساهمة الحقيقية للنساء المقاولات في إثراء النسيج المقاولاتي الجهوي والوطني وطرح الإكراهات والمعيقات التي تعترض المقاولة النسائية وتطورها، خصوصا ما يرتبط ببرامج التمويل، وكذا تبادل الآراء حول مقاربات الإنعاش الاقتصادي لفائدة المقاولة النسائية إلى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال، أهداف من بين أخرى كانت من ضمن محاورها هذه الندوة.
استضفنا دكاترة وأساتذة مختصين في هذا الميدان اللي اليوم المقاول كيعاني من إكراهات المقاولة، كيعاني من إكراهات التمويل، كيعاني إكراهات اللي هو عنده إحباط ما تلقى الدنيا يقيس البنوك ولا يقيس برامج التمكين الاقتصادي اللي هو التمكين الاقتصادي اللي هو جانا في النص الدستوري اللي نص به جلالة الملك بالنسبة للتمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي معني والتنمية الاقتصادية للمرأة، هون دورنا احنا كمقاولات وكنساء من المنطقة الجنوبية، دورنا التمكين باش نطرح التمكين في الصورة الواضحة للمقاولات النسائية. وقد أتت هذه الندوة في سياق مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وتحدثنا في هذه المداخلات عن دور المرأة في التمكين الاقتصادي وكيف استطاعت بالفعل بفضل كفاءتها أن يعني تضع لها مكانا بين صفوف الرجال في المجال الاقتصادي. وهي مناسبة كذلك للوقوف على الوضعية للمرأة المقاولة وكذا التعريف بالبرامج الدعم التي اللي كنعرفوها في البلاد حاليا، ومن ضمنها برنامج فرصة، هذا البرنامج الفريد من نوعه الذي يستهدف جميع المبادرات باش لخلق واحد الأداة ديال التمويل ديال المشاريع لجميع فئات المجتمع يمكنوا يستفادوا منها. ضمن النقاش أيضا دعوة لكل الفاعلين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل النهوض بوضعية المقاولات النسائية وتوفير أسباب التمكين الاقتصادي للنساء وضمان حضور قوي لهن على مستوى تدبير الشأن العام على الصعيدين المحلي وكذا الوطني. في إطار انفتاحها على محيطها السوسيو اقتصادي، نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لقاء تواصليا حول موضوع مؤهلات جهة الداخل وذا الذهب. لقاء يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيو اقتصادي، ويهدف إلى التعريف بالفرص المتاحة للاستثمار على مستوى جهة الداخل وذا الذهب وتحفيز الطلبة في الميدان المقاولاتي. لقاء مع الطلبة والطالبات طبعا بتنسيق مع المركز استثمار جهوي بالداخلة. هذا التنسيق جاء في إطار اطلاع الطلبة والطالبات على الأنشطة الاقتصادية الواعدة بجهة الداخلة وادي الذهب، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة وفي الصناعات والفلاحة والصيد البحري ثم السياحة. كذلك تحفيز الطلبة على يعني المبادرات فيما يخص ميدان المقاولاتي، وكذلك تحفيزهم على الدخول يعني في مجموعة من البرامج سواء ما هو جهوي أو وطني، كذلك لأن للمساهمة في ما يسمى بتثبيت الموارد البشرية بجهة الداخلة والذهب. نبقى بالداخلة وتحت شعار التربية على القيم مدخل لبناء مدرسة الغد، نظمت ثانوية الفتح التأهيلية برنامج الورشة الموضوعاتية الأول حول موضوع القيم. برنامج يستهدف التلاميذ ويأتي في إطار دعم وتعزيز التسامح والسلوك المدني والمواظبة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي. العالي حميميد ومحمد يتس. معالجة بعض الظواهر السلبية كالتنمر والحسد والكراهية في الوسط المدرسي أهداف من بين أخرى يسعى إلى تحقيقها منسق النوادي التربوية بالثانوية التأهيلية الفتح بالداخلة من خلال ورشات موضوعية تستهدف التلاميذ وتساهم من خلال محاورها غرس قيم التسامح والاحترام وقبول الآخر. اليوم يعني كمؤطر لورشة خطاب الكراهية قمنا اليوم بتعريف عام حول خطاب الكراهية يعني استعملنا تقنية العصف الديني برين ستورمين، ومن خلال هذه التقنية حاولنا بمعية التلاميذ المشاركين في هذه الورشة إعطاء بعض الكلمات اللي من خلالها يعني توحي إلى يعني أو لها دلالات على التنمر. كما يسعى المنظمون من خلال هكذا ورشات إلى المساهمة في خلق أجواء وبيئة تعليمية إيجابية خالية من أي ظواهر قد تؤثر سلبا على تحصيل التلاميذ واستقرارهم النفسي.
اليوم كان هذا كانوا مجموعة من الورشات اللي مستهدفين بها هذه الفئة العمرية للفت النظر حول مجموعة من المشاكل اللي كاينة في مجتمعنا بحال التنمر بحال الكراهية، وداروا بزاف تبارك الله من الورشات اللي نستفادوا منها. استفدنا من ورشة حقوق الإنسان اللي عطانا حق كل تلميذ وتلميذة وحق كل واحد فينا، وأنه ديما خصنا نعرف الحقوق ديالنا والواجبات ديالنا من ناحية أي حاجة، من ناحية المدرسة، من ناحية الحياة، من ناحية بزاف الحوايج. وقد تخللت هذه المبادرة الهادفة عدة أنشطة تربوية تمثلت في عروض موسيقية وتصميم لوحات فنية تشير إلى القيم التربوية التي يجب أن يتحلى بها التلاميذ في الوسط المدرسي. إدماج الأطفال ذوي التوحد موضوع الندوة الجاوية التي نظمتها جمعية جنة لأطفال التوحد بسيدي إفني. الندوة عرفت مشاركة مختلف الدوائر ذات الاختصاص في موضوع الإعاقة. حافظ محضار ومحمود أطويف. من أجل التعريف بالتوحد وعناصر التشخيص ومقاربة التدخل التأهيلي والمرجعيات المؤطرة للبرامج الموجهة لذوي التوحد، تنظم هذه الندوة الجهوية التي دعت مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع من أجل إطراء نقاش جهوي يساهم في الدفع بالمبادرات الرامية إلى مواكبة ذوي التوحد وتقوية قدرات المؤطرين وكذا الأسر في مجال التدخل التربوي. بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، تم تنظيم هذه الندوة الجهوية من أجل إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي التوحد، واللي الهدف منها هو فتح حوار بين الشركاء والجمعيات العاملة في مجال التوحد وكل المعنيين، وكذلك تقوية قدرات الأطر وكذلك الأسر في مجال التكوين التربوي والتأهيل والمواكبة. مداخلة تناولنا في خلالها الإطار المعياري للتربية الدامجة والمرجعيات اللي كتحددها دوليا ووطنيا، وكذلك ما وصل له المغرب من إقرار لهذا الحق، وشنو المشاكل اللي كتحول دون تنزيله تنزيل الأمثل. والهدف ديالنا هو أننا نتيو النقاش في المنطقة من أجل إبراز منظورية هذه الإعاقة والصعوبات اللي كترتبط بها. أشغال هذه الندوة شكلت فرصة لمقاربة وقع مختلف التدخلات والبرامج التي تعنى بالأشخاص ذوي التوحد والإجراءات ذات صلة بالدمج وسبل تفعيل أمثل للبرامج التي تهتم بالتكوين والتأهيل والمواكبة. كقطاع وصي وشريك للنسيج ديال جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، كان الحضور ديالنا دائما بجانب هذه الجمعيات حضور تأطيري، وكذلك من خلال دعومات مالية مقدمة يعني في إطار شراكات وفي إطار واحد البرنامج اللي هو أصبح معروف واللي جا كاستجابة لمتطلبات وحقوق الفئة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة عامة، وكذا الأشخاص ذوي التوحد بصفة خاصة. احنا كأكاديمية جهوية للتربية والتكوين اللي جات تقول مين مدنون منخرطين في هذا الورش هذا، وفي التنسيق مع مختلف الجمعيات العاملة على مستوى الجهة، خصوصا أيضا الجمعيات العاملة في يعني بالنسبة للأطفال ذوي التوحد. وفي هذا الإطار يعني هناك تنسيق مستمر من أجل دمج هاد الأطفال هادو في الأقسام العادية، وأنهم أيضا يلقوا يعني الظروف المواتية لتمدرسهم يعني بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بالجهة. ندوة إذا تأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الدوائر المنظمة لقضايا الإعاقة عموما وذوي التوحد بشكل خاص، إسهاما في إدراج حقوق هذه الفئة ضمن البرامج المؤسساتية على مستوى جهة إقليمي مودنونة من خلال عديد التدخلات والتدابير الميدانية. بطنطان نظمت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ملتقاها السنوي للطفولة في دورته 12، تظاهرة اشتمل برنامجها على مجموعة من الفقرات التربوية والتنشيطية. عودة مع حفظ محضر لكن بكاميرا عبد الرحيم حاشي. مستقبل المغرب بالاعتناء بالطفولة شعار يؤطر عروض وورشات الدورة 12 من ملتقى الطفلة، لوحات فنية وفقرات تنشيطية تخللتها عروض بهلوانية وأخرى سحرية تضمنها برنامج هذه التظاهر الموجهة للطفولة.
هذا الملتقى النسخه 12 من بعد المقاطعه ديالو تقريبا عامين ديال كورونا. اليوم الحمد لله استغلينا واحد الاسبوع ديال العطله المدرسيه بالنسبه للوليدات، جبنا واحد مجموعه من الفرق الوطنيه من الدار البيضاء من اكادير من طنطان من تيزنيت باش يشاركوا معنا في هذا الملتقى اللي كان واحد الحضور كبير بالنسبه للوليدات. فقرات هذه التظاهره تزامنت مع فتره العطله البينيه، ما شكل متنفسا للاطفال للاستمتاع اكثر بالعروض المقدمه خلال هذا الملتقى. احتفال رائع صراحه، كان زوين، وكنتمنى بان هذا الاستعراض يبقى يوميا وكاع الدراري ينصطوا ويفرحوا. ملتقى الطفوله في اطار تنشيط اطفال مدينه طنطان بالمجان بطبيعه الحال، في اطار الجمعوي والمبادرات بطبيعه الحال، وكنتمناو زعما كاين هذه البادره تستمر ان شاء الله. تظاهرة بطابعها التربوي والتنشيطي امتدت على 4 أيام، حيث أتاحت فرصة جيدة للترفيه وخلق أجواء من الاستمتاع لأطفال المدينة وجماعة الإقليم القروية. إلى جماعة فم الواد بإقليم العيون التي احتضنت الملتقى الربيعي لأطفال الكشفية الحسنية المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية للمركز الجهوي للاستثمار تحت شعار نلتقي معا لتحقيق التميز. التفاصيل في متابعة محمد بتاح وصل هرقيبي. نلتقي معا لتحقيق التميز هو شعار الملتقى الربيعي الذي عرف تنظيم مجموعة من الأنشطة التربوية ذات البعد الكشفي المتجدر كما هو معروف في باقي بلدان العالم، حيث استفاد أطفال الكشفية الحسنية بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية للمركز الجهوي للاستثمار العيون الساقية الحمراء من أوراش مفتوحة أساسية كأن أناشيد والألعاب، وكانت فرصة للإبداع والاكتشاف وتطوير المهارات للنشء. وتدخل هذه البرامج في إطار العمل التشاركي بين عدد من أطياف المجتمع المدني لإبراز مؤهلات الأشبال وتلقينهم المبادئ الأساسية والقوانين الكشفية وأنشطة ترفيهية واكتشاف الذات. وخصصنا يومين خاصين لفائدة أبناء موظفي هذا القطاع اللي جندنا جميعا باش نخطوا واحد البرنامج كيكون ممتاز يتعرفوا فيه على المبادئ الكشفية وعلى القانون الكشفي، ثم كذلك واحد البرنامج اللي كان حافل خلينا من خلاله الأطفال يعرفوا الميدان الكشفي. الهدف من هذا النشاط هو تلقين هاد الأبناء مجموعة من القيم التربية على المواطنة والقيم الدينية والقيم التربوية اللي كتقدمها لهم هذه الجمعية، زيادة على مجموع القيم اللي كيتلقنوها في المؤسسات التعليمية ومع الأسرة. الحقيقة كانت بادرة جد 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 ممتازة، وتمكنوا الأطفال ديالنا من قضاء يومين والله 3 أيام مع أطر ومكونين اللي مكنوهم أنهم يتعرفوا على الكشفية وعلى سلوكيات جديدة وعلى قواعد جديدة في الالتزام والانضباط. احنا فرحانين اليوم بالكشفية الحسنية حيت وفرت لينا الطعام والوطيل تبارك الله والأنشطة واللعاب وبزاف ديال الأناشيد حفظناهم، وإن شاء الله نقدروا نديروا شي رحلة أخرى. كنشكر هاد الأطر التقنية والقضات اللي سهروا معنا على هاد الرحلة، وكنشكر بزاف الأطر. اليوم جيت فخور لأننا جينا هاد الرحلة، دوزنا فيها 3 أيام، كانت أحسن رحلة، درنا الأنشطة، استمتعنا بالجو، لعبنا مزيان، استفدنا من الألعاب، ولا عرفنا شناهي الكشفية وشكون اللي أسس حركة الكشفية ومتى تأسس الكشفية في المغرب، شكون مؤسس الكشفية وفين تأسس أول مرة الكشفية، بزاف ديال المعلومات. وانا جو ريكوموند فريمون لا كولوني ديال لي فاكونس حيت كنديروا فيها لي زكتيفيتي بزاف، وشي مرات كيخرجونا وكنديروا لي زكتيفيتي، كنديروا الرياضه، كنديروا السبور، وهاد لو كون داز زوين. هاد 3 أيام هادي ولا 4 أيام داز زوينه، واللي بغى يجي هنا مرحبا به. مبادرة مهمة لمنظم الملتقى الربيعي بجماعة فم الواد بحضور الآباء وأولياء الأمور وكل المهتمين بالميدان التربوي، وتعتبر هكذا برامج ذات دفعة قوية للتطوير والملتقى ودوره في التميز وكسب المهارات للحياة اليومية للمشاركين.
بالعيون نظم المجمع التربوي الأمل بتعاون مع نادي صناع السعادة دورة تكوينية في مجال الإخراج السينمائي. مجموعة من الفقرات ضمتها الدورة التي تأتي لتطوير وتكوين مهني القطاع في التخصصات التقنية والعلمية التي تتعلق بالأفلام الوثائقية. المزيد من التفاصيل في متابعة محمد تروزي والمحجوب كزيزة. الدورة التكوينية في الإخراج السينمائي عرفت هنا تقديم مجموعة من النقاط والفقرات العلمية التي تؤطر عمل المخرج من جوانب مختلفة وزوايا عدة. المخرجة ابنة الأقاليم الجنوبية ملكة مالعينين أطرت تفاصيل علمية وتقنية لعملية الإخراج من بداية فكرة الفيلم الوثائقي إلى ميلاده ونقله عبر الشاشة. خالق شباب شغوف بالمجال السينمائي، عنده يعني طاقة، عنده استيعاب، عنده يعني فكر مسبق عن الفيلم الوثائقي، ومنظن أنه يحتاج فقط لدورات تكوينية اللي من هذا النوع من طرف سواء منتجين أو مخرجين أو حتى تقنيين على مستوى الصورة والصوت، كانت تكون عندهم واحد دورة يعني دورات تكوينية على طول السنة، خصوصا كيف نعرفوا عنا احنا هون مثلا في الأقاليم الجنوبية نفتقر للمعاهد السينمائية وحتى للدورات المستمرة في مجال السينما. شفنا مقاطع الأفلام وثائقية، الحمد لله عنا قدينا نستفادوا الفرق بين الفيلم الوثائقي والفيلم الطويل، الخدمة فيه بحالاش كتكون. من أهم الحوايج اللي تعلمناهم أن المخرج يكون عنده رؤية واضحة وأنه يفتخر بالهوية دياله قبل ما يتطرق المواضيع ياسر من المواضيع، ينطلق من المحيط ديالو ويبين الثقافة ديالو للعالم. الفيلم الوثائقي من الفكرة إلى الشاشة كان عنوان هذه الدورة التكوينية في مجال الإخراج السينمائي، دورة يأتي تنظيمها لتطوير وتكوين الفاعلين الشباب بالعيون في مجال الإخراج خاصة المتعلق بالأفلام الوثائقية. تعززت البنية التحتية لمركز التأهيل المهني بالداخل بتدشين مركب رياضي يتوفر على ملاعب للقرب ومسبح ومرافق أخرى، سيستفيد من خدماتها متدربو المركز والطلبة، كما ستساهم هذه المنشأة في دعم التوجيه التقني الذي يستهدف مهني قطاع الصيد البحري وتعزيز آليات تكوينهم وتأطيرهم وتمكينهم من ولوج سوق الشغل. المركب الرياضي يعني يتوفر على يعني مركب ملعب كرة القدم المصغرة وملعب كرة السلة، هو تتم للمشروع السابق الذي دشينا من طرف والي جهة الدخلة والذهب. هذا المشروع اللي هو المركب السلام البحرية الذي يتوفر على مسبح مغطاه ومكان أو مساحة لإطفاء الحريق انفيرميري، بالإضافة إلى أقسام للدراسة. من الطنطان نتابع أطوار الدورة الأخيرة من منافسات البطولة الوطنية لسباقات الهجن، تظاهرة تساهم في إحياء واحدة من أعرق التعبيرات التراثية الحسانية. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. جولة سادسة وأخيرة من منافسات البطولة الوطنية لسباقات الإبل بحلبة الشيخ زايد بن سلطان النهيان بضاحية طنطانة، جولة ختامية اشتملت على 12 شوطنا حددت هوية المتأهلين لمنافسات الدورة القادمة من موسم طنطانة الدولي ملتقى الرحلة الذي ترعاه المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. البطولة الوطنية في السباق السادس، نهاية البطولة الوطنية مؤهلة للموسم طنطانة 2023، وهذه المناسبة نشكر دولة الإمارات اللي هي كانت داعمة هذا السباقات الستة الفائتين، وهذا اليوم آخر سباق بالنسبة للبطولة الوطنية. عندنا في السباق 18 شوط واليوم 9 أشواط، والمشاركين 96 مكسب و226 رأس من الإبل، هي اللي بقات متأهلة للدور النهائي إن شاء الله. وفي ظل تزايد الاهتمام بهذه السباقات التراثية يبرز الدور الذي طلعت به مختلف الدوائر المنظمة لإعادة بعث الروح في هذه المنافسات المتجذرة في الذاكرة والهوية الثقافية للأقاليم الجنوبية
إحداث وحلبة سباقات من هذا الحجم كان له الوقع الجيد على تطور السباق واتساع دائرة المشاركين في أطوار المسابقة. المستوى ديال السباقات الحمد لله هو تطور مزيان، وعاد الحمد لله يعني عندنا دريكاتية الناس اللي هما عادوا في الميدان عادوا الحمد لله محترفين، وعادوا الحمد لله ربما يقدروا يشاركوا في سباقات اكثر من هذه ان شاء الله على مستوى ربما العالم كاع تبارك الله. اللي لاحظناه هو الاقبال على هذا التظاهره طيله الموسم، زائد ان دخلوا حتى الاطفال ولاو حتى هما محفزين بالقطع ديالهم، حيت عرفت مساهمه هذا العام تقريبا ديال 4 الاطفال يعني ما كيتجاوز السن ديالهم 15 سنه حتى هما شاركوا بالابيل ديالهم الموروثه عن اجدادهم وآباء. حدث ومنافسات تراثية هي الأبرز على صعيد الأقاليم الجنوبية، خاصة في هذا الصنف من السباقات التي تحظى بمتابعة جارفة بالصحراء المغربية، والتي ساهم موسم الطنطان في إشاعها دوليا. إلى جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير الزميل عياد السرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادر يوم غدنا الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت عام مر على الرسالة التاريخية لرئيس الوزراء الإسباني إلى جلالة الملك محمد السادس، رسالة جاءت بعد اعتراف قوي لألمانيا بمغربية الصحراء والانحياز للحل السياسي الذي يقوم على عرض المغرب للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية. حصيلة هذه السنة تخللتها زيارات لبيدرو سانشيز للمغرب، وعرفت تطبيقا سلسا لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها، والتي بصمتها الرسالة الجوابية لوزارة الخارجية المغربية التي أعلنت فيها تثمينها المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية، تم يومه الأحد بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس تنظيم مسيرة حاشدة منظمة من طرف مجموعة لنحرر الجزائر لإحياء الذكرى 69 لتوقيع اتفاقية إيفيان لعام 1954، وقد اعتبر المتظاهرون الجزائريون اتفاقية إيفيان بمثابة ثمرة ثورة الشعب ضد الاستعمار، وليست ثورة الكبرانات ضد الاستعمار الفرنسي الذي عمر لأزيد من قرن في البلاد ولازالت رموزه متحكمة في الجزائر. وكانت هذه المظاهرة مناسبة للتنديد بالبوليس السياسي في الجزائر ومافيات الكبرانات. يومية الصباح كتبت في عددها اليوم غدنا الاثنين، رغم سوداوية الظروف المعيشية والحقوقية داخل مخيمات تندوف وتكاثف جهود عناصر البوليساريو والجيش الجزائري لطمس كل الأصوات داخل المخيم وتهجير المدونين والصحفيين والقضاء على أي محاولة لتعرية ما يحدث هناك بين الرمال، إلا أن ذلك لم يمنع مجموعة من الحقوقيين الصحراويين الفارين من جحيم الحمادة من الإدلاء بشهاداتهم المروعة حول ما تعرضوا له وما زال يتعرض له إخوانهم تحت سياط السلطة الجزائرية، داقين بذلك ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الكارثية للصحراويين الذين يقبعون تحت القبضة الحديدية للأمن والجيش الجزائريين بعيدا عن أي رقابة دولية. الفاضل بريكا والمعدل الكوري بالإضافة إلى محمود زيدان شكلوا فريق مرافعة عن حقوق اللاجئين الصحراويين بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، حيث أشار الفاضل بريكا إلى موجة الاعتقالات الواسعة التي طالت النشطاء الصحفيين قبيل انعقاد مسرحية البوليساريو الأخيرة، وحملات الترهيب والتشويه التي طالت الكثير منهم بسبب مواقفهم من تصرفات قادة البوليساريو التي عجزت عن حمايتهم من بطش عناصر الأمن الجزائري الذي يبدو أن يده أصبحت طويلة بين سكان تندوف منذ تولي إبراهيم غالي أمانة بوليساريو. وطالب زيدان محمود المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة الجزائرية بصفتها المسؤول القانوني المباشر عن حياة الناس هناك من أجل احترام أدنى شروط السلامة الجسدية لكل ساكنة المخيمات في ظل توالي أحداث إطلاق الجيش الجزائري النار على الشباب على مشارف هذه المخيمات.
صحيفة لو 360 الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية نددت منظمة التواصل الإفريقي والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي بالممارسات التي تقترفها البوليساريو لإبقاء ساكنة مخيمات تندوف رهينة أوضاع معيشية مأساوية. وأعربت المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها بجنيف وهي ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والانتهاكات التي ترتكبها جماعة البوليساريو. وتحدثت المنظمة عن وضع مروع لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بسبب نقص خدمات التعليم والإسكان والأمن والرعاية الصحية والبنية التحتية، ما يمنع التمتع بالحق في التنمية ويكرس سياسة فرض الجوع والبؤس والفقر على الساكنة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بوسوف علي ولد محمد ولد محمود عن عمر يناهز 83 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة تيت الحسن إنجورنا. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مولود طويف ولد الحسين ولد عبد الله عن عمر يناهز 49 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة تيتوسة أيت بوجمع. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عائشة إيشو من تموحة بن ميمون عن عمر يناهز 61 سنة، الفقيدة عرفت بالكرم وحسن الخلق وطيب المعشر. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مليكة بنت محمد عن عمر يناهز 55 سنة، المرحومة كانت قيد حياتها عضوة بالمجلس الجماعي لكليميم. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألام ذويهم الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. والآن مشاهدين الكرام نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليم الجنوبية اليوم غدا إن شاء الله، إذ ستسجل 22 درجة بالعاصمة الرباط، 21 درجة بسيدي إفني، 28 درجة بقليميم وآسا وزاك، 26 درجة بالطنطان، 23 درجة بالطرفاية، 27 درجة بالعيون والسمارة، 28 درجة ببكرة، 23 درجة ببوشدو، 29 درجة بكتزمور، 30 درجة بمدريك، 22 درجة بالداخل، 32 درجة بأوسرد، و 26 درجة بالقوانا. حالة البحر بواجهة الأطلسية، سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 6:57 أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 7:03 بمشيئة الله. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 36 درجة بتندوف، 34 درجة بالرابوني، 32 درجة بزويرات، 31 درجة بتودني، 27 درجة بنواليبو، 35 درجة بأطار، 34 درجة بنواكشوط، 41 درجة بكيهيدي، و 38 درجة بالعاصمة المالية باماكو. في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبقى لنا مشاهدين الكرام إلا أن نذكركم بأبرز عناوينها. بالعيون وفد دبلوماسي يتكون من عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة يطلعون على المؤهلات التنموية بالإقليم. معا من أجل ترسيخ ثقافة السلم والتسامح شعار ملتقى الولي صالح إبراهيم ولد عبيد ولد بنعاج الذي نظم بجماعة العرقوب. المقاولات النسائية وواقع برامج التمويل محور ندوة احتضنتها مدينة العيون في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وفي النشرة أيضا رصدنا من الطنطان أطوار الدورة الأخيرة من منافسات البطولة الوطنية لسباقات الهجرة.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في نشرة الغد إن شاء الله.